العمر ده يجي كده لحظة فرح حشر أذى لحظاتنا ما هي لنا محسوبة ضحكاتنا العمر ده يجي كده لحظة فرح حشر أذى لحظاتنا ما هي لنا محسوبة ضحكاتنا يا نفس سرك بيدي فين ما بين قلب وبين عين بس عدريني لو طلع في دمعة ولا دمعتين يا نفس سرك بيدي فين ما بين قلب وبين عين بس عدريني لو طلع في دمعة ولا شرها ما كان يتأذى أحد من بطشها لو قلوب الناس تمنع دواير شرها ما كان يتأذى أحد من بطشها أخذني معك بعيد عن أرض الهموم قاسي هالعالم غريب يا حب خدني للغيوم خدني معك حبني يدوم بعيد عن أرض الهموم قاسي هالعالم غريب يا حب خدني للغيوم يا نفس سرك ما بين قلب وبين عين بس اعذريني لو طلع في دمعة ولا دمعتين بس اعذريني لو طلع في دمعة ولا دمعتين في دمعة ولا دمعتين ليش؟ حادث السيارة؟ حسابي مع نادية بصفيه نخليها تندم في اليوم اللي عرفتني فيه عمر! عمر أبوي! نادي! 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 فهرز عليك! نادي! نادي! أنا ما أصدق أنك بتخلينا نروح نسكن عند عمتي ما عندي حل ثاني بس إحنا ما نعرفه يعني انت ناوي تتزوجها؟ ان شاء الله واتمنى انها هي توافق الباب انفتح لك يا موسى والحين صرت تقدر تروح لنادية وتغريها بكم ريال وتتزوجها تصدق يا عمر حاولت اقول لمرام اني احبها بس خفت صار جبار قدامها اللي يحب يا ايمن ما يمل من اول محاولة
يحاول مرة ومرتين ثلاثة، إن شاء الله مليون مرة. اللي يحب يكون مثل اللي عايش حلم جميل وما يريد يصحى منه. ها؟ ممكن تعيد اللي أنت قلته؟ إيش فيك أنت ما تسمع؟ أنا أقول لك إن اللي يحب. أعرف أعرف، بس قاعد أحاول أستوعب كيف الصياد صار فريسة. أي فريسة وأي خرابيط أنت بعد؟ لحظة شوية أختبس كلامك. أنا عمر اللي ما في ولا بنت تقدر تسحرني، لا بجمالها ولا بكلامها ولا في واحدة تقدر تقيد قلبي بيها. ما هذا كلامك؟ تعال أسألك، من هذه اللي غيرتك وأقنعتك بالحب؟ أنا قلت لك أني حاولت أمنع أي شعور بالحب تجاه أي بنت، وبالفعل قدرت ترى إلا هالبنت، خضعت لها وبدون أي مقاومة. حضورها يا أيمن ما أعرف يخليني أرتبك، أقلق، أعرق، كل شيء. الله الله، باين عليها هذه البنت قوية صراحة، هنيك عليها. أسألك، أكيد انصدمت لما قلت لها أنك تحبها. هو بصراحة أنا حاولت بس. خلاص اسكت، عرفت كلامك من عيونك. يلا الوقت تأخر وصار لازم نرجع. يلا يلا. عمر انت كأنك قاصد مكان؟ ايوه بمر بيت ابوي شويه. زين ممكن اسالك سؤال؟ اذا بتسالني عن سبب القطاعه بيني وبين ابوي طول هالسنين فبقول لك مالي مزاج لهالموضوع. خلاص تمام. لو اقول لك ان امك هي السبب ما بتصدقني وبتفكرني أكذب، بس بيجي يوم بتكتشفها بنفسك يا أيمن، وسامحني إذا بجرحك يومها. ولا تنسوا شنبكم مال المدرسة إن شاء الله عمتي.
شو بتتأخروا ولا إيش؟ باقي شوية أغراض وبنخلص. زين يا ولدي، جيبوا كل شيء، لا تنسى حاجة. إن شاء الله. عمتي، أنا أدري أنك تظنين فيني ضمن السوء، بس صدقيني أنا مالي ذنب، أنا ما سويت شيء يغضب الله. إذا جاية تقولي لي هالكلمتين وتقنعيني إنش برية من السوالف اللي سمعتن عنش فتكوني غلطانة. يا حساف التربية أخوي فيش بس. أنا ما أحاول أقنعش بشيء، والأيام جاية بيننا، ربك قادر على كل شيء، بس أنا اللي أطلبها منك. ولك عين بعد تطلبي مني شيء؟ أطلب منك إنك تحبيهم وتحطيهم بعيونك وتراعيهم مثل أولادك، مو عشاني، عشان أخوش. أنا متأكدة إنك بتكوني أم حنون، تحبهم ويحبوها. أنا بنتظرهم في السيارة. سلطان ما بروح بيت مهني مع نادر. إيه لو بيدي أسوي شيء، لو أقدر أسوي شيء كنا بنجلس السينما ما بروح مكان، بس ما بيد حيلة. نحن رايحين عشان أخذنا نادية بس. ولول إيش هالوجوه المكشرة؟ كنكم رايحين جنازة، ابتسموا، خلكم متفائلين وارفعوا راسكم. أنا ما أبي أروح عند عمتي نجية. حبيبتي اعتبروها إجازة، تقضوا كمين يوم عندها وترجعوا. صدقوني أكيد بتحبوها بس تتعرفوا عليها، وأنا أول ما أحصل على عمل جديد أجي أخذكم. واصلا احنا ترى رايحين بس عشانك انتي، ما رايحين عشانها. ولا تنسي منكم منتظرينك كل يوم تجي تاخذينا. لا تطول واجد لاني بشتاق لك، زورينا وطمنينا عليك لاني انا احبك واجد. يا بعد عمري، وانا بعد احبكم واجد، واكيد أي فرصة عندي راح أجي وأشوفكم، راح أشتاق لكم كل لحظة وأنتم بعيدين عني فيها. يلا اهتموا في بعض وحبوا بعض وكونوا مؤدبين طول الوقت. زين صار لازم تروحوا. يلا هذه أوراق التوكيل قانونية وما ناقصنها شيء إلا توقيع أبوش عليها. يعني بعد توقيع أبوي أقدر أتصرف بكل شيء؟ كل شيء يمتلك يا أبوش، بس عاد المشكلة أن أبوش ما شاء الله سمعته قوية في السوق، يعني ما سهل. كيف بتقدري بتخليه وتقنعيه أنه يوقع؟ نوبة بنتها ما سهلة بعد، وأبوي وعرف أطباعه، أنا أقدر أخليك يوقع. خلينا اتصرف بس، المهم من اوقع الاوراق ارجعهم حالك. تمام انتظرك. خلاص تمام بعد اذنك. سلطان لحظه، مو هذا راتب تقاعد ابوي الله يرحمه؟ اعرف، بس ليش انت تحتاجينها اكثر منه؟ خليها معاكم، اذا احتجتوا اي شيء راتب ابوي للحين يمشي والحمد لله، ما ابيكم تحتاجوا لاحد. سلطان ما اوصيك، خلي اختك بعيونك. لا توصي حريص. وانت بعد كوني مؤدبة وسمعي كلام أخوش. زين زين صار لازم تروحوا، عمتي تنتظركم. Thank you.
أنا ما غافل عن الأمور اللي بتصير يا فرج، بس أبغي أعرف إلى وين بتستمر؟ بتخلي هالموضوع يستمر يا علي؟ إذا تريد تحل المشاكل لازم تعرف أساسها وين، بس عسى ما يصير اللي ببالي. أيوة أستاذ عمر، صار لك أكثر من 6 مرات تطلبني. مرام، نادية كيفها؟ إيش مسوي في أمورها؟ والله حالتها صعبة ومنهارة كثير. عندش إجازة مفتوحة، تلازميها وتشوفي طلباتها. مرام الله يخليش، أنا قلبي بيتوقف من خوفي عليها. والله أول مرة أشوف عمر يهتم في بنت بهالطريقة. معقولة أنت تحبها؟ ترى حتى لو ما قلت عيونك فاضحت إنك ها؟ لهالدرجة واضح علي؟ لهالدرجة؟ عمر اللي عنده كل دليل هاتف البنات اليوم جالس قدامي مخنوق على نادية. عن الكلام الزايد مرام. وي كيف وجهه صار أحمر؟ زين خبرك، أنت لما قلت لها إن أحبك وش كانت ردت فعلها؟ تصدقي إني للحين ما صارحتها. مرام أريدش تكوني جنبها دائما. إن شاء الله أنا بروح دام إن شفت إن المستحيل جالس يصير. لحظة، في شيء ثاني أريدش تسوي بعد؟ أشوف إن طلباتك زادت أستاذ عمر. أمر سمعي. اللي يسأل ما يتوه، وإذا سمحتي بغتش في موضوع. ما في بيننا أي مواضيع يا موسى، الله يخليك روح من هنا، اللي فيني كافيني مالي خلق حد. نادية بس دقيقة دقيقة أتكلم معاش. روح من هنا، الله لا يوفق اللي كان السبب. ما علي يا نادية، الأيام بيننا. لا تقول نادية قالت لهم عني، أكيد بتقول لهم. أنا لازم أطلع من هني بسرعة وقت. احميني منهم، ليش تركتني وما اخذتني معاك؟ تعالوا شوف حالي وحال اخواني، صرنا مشتتين. نادية فتحي. اهلين بالحلوة. على حبيبتي كيفش؟ شاير. هلا يا روحي، كيفش؟ أخبارش؟ الحمد لله. عساك طيبة؟ الحمد لله. والله جايبين معنا شوية غداء، عارف إنك ما حاطة شيء في بطنك. بالمرة ناكل وياك. وأنا جايبة العصاير ها؟ زين. تفضل. خذي لك لقمتين تتقوين فيهم.
مالي نفس. شيلوا هالصحن من قدامي. حبيبتي لازم تاكلي عشان تقدري تركزين في اللي ابي اقول لك اياه، قصدي في اللي احنا نبي نقول لك اياه. علامكم انتو الثنتين، من جيتوا وانتو تطالعوا على بعض؟ ايش صاير؟ حبيبتي نادية انت اول كملي غدا وبعدين بنقول لك اللي نريد نقول لك اياه. قلت لك مالي نفس، النثل خلى سمعتي في الارض، قتل ابوي، فرقني عن اخواني، شوف انا حالتي. سهيله انت وش تسوي هني؟ ما تخافي ابوك ولا عمر يشوفك؟ خذ هذه الاوراق، اريدك تخلي ابوي يوقع عليهم بس من غير ما يطلع عليهم. اوراق ايش هذه؟ توكيل؟ مستحيل طبعا، انسي. خلي ابوي مشغول من غير ما ينتبه على الاوراق. في ملف استاذ علي دائما يوقع في جهه التوقيع بس، يعني في الزاويه السفليه من الصفحه بس. عجب لي ذكائك، كل شيء يتم بسرعه، تسيل اللعاب هذه صح. عموما انا بنتظرك بالسياره، خلص لي الموضوع بسرعه. تمام. أستاذ عمر إيش فيك؟ إيش فيك شال ألف ملف معاك؟ خليك خفيف. إن شاء الله أستاذ إن شاء الله. أنت شال هالملفات كلها وين رايح؟ رايح لمكتب المدير. السلام عليكم استاذ علي. وعليكم السلام، اهلا مازن. هذا ما وقت الملفات الحين، ليش مقدمين من المره؟ المشكله استاذي انا طالع اجازه الاسبوع الجاي، وانت عارف انه ما حد بيحل محلي، فقلت اخلص هالملفات والبقيه بكره ان شاء الله. بس الحين ساعه الدوام تقريبا خلص استاذي، بس الملفات ضروريه. تفضلي حبيبتي.
ايش فيكم؟ خير؟ وانت ليش مصرة انه فينا شيء؟ لا بشاير، لازم نقولها، ما المفروض نخبي عن نادي الموضوع. ايوه بس مو الحين، يعني مو بهالفترة. موضوع؟ اي موضوع؟ شو اللي لازم اعرفه؟ انت قولي لها. لا حبيبتي، انت اللي بتقولي لها. نادية، احنا نعرف انك تمرين بفترة صعبة، والحالة اللي انت فيها لا تصير عدو ولا صديق. شهر ونص من توفى العم منصور. ومن توفى ابوك الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، عمتك خذت اخوانك وخلتك هنا وحيدة. وعملك اللي فقدتيه، صرتي عرضة للخطر، واي واحد ممكن يأذيك ولو بكلمة. انت ليش تقولوا لي هالكلام؟ يا حبيبتي نادية، نحن صديقاتك، واعتبرينا أكثر من كذا، اعتبرينا خواتك اللي نخاف عليك ونريد مصلحتك. نادية، أنت ما بتقدرين تعيشين طول عمرك وحيدة. الله كريم. نادية، في شخص حاب يتقدم لك وخايف يجي وترفضيه. هذا الشخص قصده خير، وأنا أعرفه، ما في أحسن منه. بعد اللي صار لي ما أعتقد أني بقدر أفرح مرة ثانية، إني خلاص فقدت كل شيء، وما عاد شيء يهمني في هالدنيا. نادية حبيبتي، سمعيني، أعرف أنكم خايفين علي وخايفين على مصلحتي، بس صدقوني خلاص أنا مت، ما في شيء يسعدني في هالحياة. خلصت شغلك؟ اي نعم، وزين انك جلست لاني اريدك في موضوع. اكيد موضوع نادي. ايوه، انا خبرت مرام تروح عندها وتفاتحها في موضوع زواجي منها. ايوه بس ما كانك تسرعت شوي، انا اقول يعني على اساس نناقش الموضوع بالاول. با نادية محتاجة شخص يوقف معها ويساندها، البنت انظلمت وانت عارف انها انظلمت. عمر، انا ابغي اسالك سؤال وابغيك تجاوبني بصراحة وبصدق. انت تبغى تتزوجها لانك تحبها ولا لانك تشفق عليها وتبغى لها الستر؟ اولا انا اول مرة افكر استقر، ثانيا نادية ما غلطت عشان استر عليها، ثالثا يا جدي وانا حفيدك، انا ما من النوع اللي ممكن يتزوج بداعي الستر. زين انت متى ناوي تتقدم لها؟ اليوم المساء ان شاء الله. عمر، بعدني اقول لك فكر وتمهل في قرارك. جدي انا اعرف مصلحتي زين، وانا اريدك معي ما ضدي. المساله ما مساله توقف ضدك او معك يا عمر، انا اكثر انسان اتمنى لك الخير في هالدنيا، وبعدين انا ما غصبتك تتزوج فلانه وفلانه، وبيني وبينك لان هذه بنت قويه قدرت تاخذ اللي في صدرك. احييها صراحه واكن لها كل الاحترام. انت ولا مره حاولت تقنعني باي بنت. اسمعني يا عمر، انا ما اقدر اغير فيك شيء دام انت ما مقتنع تغيرها، واذا انت تريد ناديه فصدقني انا بكون معك. الله يخليك لي يا احلى اب وجد في الدنيا. حبيبتي انت متاكده ما تبي تروحين معي البيت؟ ما يصير جلسه هنا بروحك. لا ما عليه، بيتي ما أقدر أتركها. مشكورات على الغداء، ما قصرتوا. العفو حبيبتي، فكري في الكلام اللي قلنا لك إياه، لازم تشوفين هالموضوع بشكل منطقي. صحيح، وإذا احتجتي أي شيء أرقامنا معاش، اتصلي في أي وقت تريدي. إن شاء الله حتى لو الفجر أنت اتصلي زين؟ إن شاء الله. يلا مع السلامة حبيبتي. حبيبتي خذي هالمبلغ وخلي معاش، انت تحتاجي له اكثر. مشكوره مرام، تعرفيني ما اقدر اقبلهم. ما عليه، بس قبل ما اروح اريدك تفكري زين، الشخص اليوم بيجي وهذا الشخص شاريك. من كلامك شكلك تعرفي الرجال زين. ايوه اعرفه زين ما زين، وحتى انت تعرفيه. انا هي انت. عموما يا نادية أنا بروح،
وعمر يحبك ويريدك بالحلال خاطرك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أشوف اليوم راجع من وقت خير سلامات. اليوم ما عندي محاضرات بس كان عندي امتحان. سويت زين. يلا روح غير ثيابك وتعال نتغدى لأني ميتة من الجوع. يلا. أهلين عليا. هلا حبيبتي. ها؟ تمام. إلا قل لي كيف كان امتحانك؟ الحمد لله زين. إنه في حد يسأل؟ لا لا تخاف أمي راح أسألك، بس جاتها مكالمة. لا 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 تدافع عنها، أنت تعرف إنها ما صارت تهتم فينا مثل الأول. يلا بشاير ومرام معهم حق. اليوم موسى تخطى حدوده والله يستر باكر من يطلع لي. مو غريبة إذا جمعة استغل موت أبوي أو حتى مازن بدون سند، لا أبوي ولا أخوي. يا ربي صبرني. هلا حياك. هلا فلاح. هلا نادية كيف حالك؟ الحمد لله. تفضلوا داخل انتوا البنات، معاي ضيوف ان شاء الله. حياكم يا جماعه. حياكم عم. حياك حياك. أشوف إيش فرحانة، فرحينا معاش. طبعاً فرحانة وبفرحك معاي. وهذا تفضل شوف. إيش هذا؟ هذه أوراق التوكيل؟ كيف؟ ومتى؟ حبيبي بخبرك بكل شيء، بس أهم شيء إن موضوع الاختلاس الوهمي يصير بسرعة علشان أقدر أفضى وأتمم أموري كلها، خاصة لما نبعد أبوي عن البيت والشركة. خلاص من بكرة أكلم مازن. اقري هذا. انت خذي وقتك وفكري نادية. بعض الأحيان الاستقرار هو البداية الحقيقية للحياة. انت طول عمرك شايلة مسؤولية على نفسك، لازم ترتاحي شوي. وبعدين عمر شاب مثقف ومتعلم وبيشيلك بعيونه. أكيد هو الشخص المناسب لك يا نادية. بس كم انت الثنتين ما مليتوا من الرغي؟ خلوني أفكر بهدوء. انزين فكري عادي ما مشكلة. والله أنا من ناحيتي ما قادرة أتحمل وأصبر، أريد أسمع قرارك الحين. صدقين والله وأنا بعد. إيش فيكم؟ نبي مصلحتك. بشاير خلي نادية تيجي المجلس. تفضلي يا نادية. كيف حالك يا نادية؟ الحمد لله بخير. ترى نادية عرفها من 11 سنة، صديقة زوجتي الروح بالروح في مقام أختي. نادية عم علي وحفيدة
طالبين ايدش. يا بنتي اذا عندك شيء تريد تقوليه تفضلي، لا تستحي، هذا حقك. جلسي سويتي الادوار وغثيان. ما اقدر، قلبي ياكلني، ابى اعرف ايش صاير معاهم داخل. حشريه والله، مش حشريه كذا ولا كذا. ناديه بدك وبتخبرنا كل شيء اللي صار. اتكلمي يا ناديه، انت لك الحق تتشرطي باللي تبينه. كل اللي صار لي بالفتره الاخيره لكم علم فيه او البعض منا. كل اهلي رفضوني بسبب شيء انا مالي اي ذنب فيه. ما اريد حد يفكر اني ادور على اقرب مخرج اطلع منه. ارجوكم لا تصعبوا موقفي. تاكدي سواء وافقتي او ما وافقتي الكل بيوقف جنبك. يا بنتي خذي وقتك وفكر على راحتك، واحنا ما نقدر نقصدك على شيء ولا نجبرك على الموافقة. لا يا بنتي لا. استاذ علي قدروا موقفي، موافقتي بتكون تأكيد على كلام الناس، ورفضي ما بيغير اي شيء من الواقع. نادية خليها يا ولدي، نادية تريد وقت عشان تفكر. فكري يا بنتي مثل ما قلت لك على راحتك. اسمحوا لي يا جماعة، أعتقد ما يحتاج نصعب الأمور أكثر على البنت. نادية؟ نادية؟ إيش فيش؟ هل ليش عيونك كذا تدمع؟ نادية حبيبتي، أنت ما مجبورة توافق عليه. خذي قرارك وخذي راحتك، صدقيني راح نكون معك. كل أهلي رفضوني بس نحن نريدك يا نادية، وعمر بعد يريدك. حبيبتي راح نوقف معاش إيش ما صار. نادية حبيبتي أنت لك كرامتك، أبي دائما راسك مرفوع ولا تزعلي نفسك يا روحي. لو زعلتني اليوم لين بكرة ما بترجع حياتي مثل أول، ولا بعيش مثل بقية الناس. هذه أرباح الشركة شهرياً؟ معقولة؟ وإحنا وين كنا؟ لا 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 ما أصدق. معقولة ونص، أتاري أبوش مخبي عنا كل هالملايين وإحنا يا غافلين لك الله. هالملايين وين تروح؟ أبوي وين يوديها؟ يوديها؟ يا ريت لو كان يصرفهم كنا نقول يبذر، لكن أبوش طلع حوت يحول كل هذا في حساب ولد أختش الدلول. كل هذا في حساب عمر؟ موسى أنا لازم أغير الخطة وبأسرع وقت، والصراحة قلبي قام يعورني. أنا قلبي عورني قبلش من شفت هالملايين تتحول لحساب اللي ما يتسمى. سمعي يا سهيلة، أنا أريدش تقنعي عصايل بأي شكل من الأشكال إنها تتزوج عمر، حتى لو استخدمت الشعوذة ما يهمني. أرقد وآمن طمن، خلي عمر علي أنا. إذا عصايل ما بتكون من نصيبه، ها إذا قدر يتزوج غيرها. بغيت أقول لك كلام ما حبيت أذكره قدام حد. أنا عارف إنك مريتي بظروف صعبة، بس أريد قرارك يكون عادل وتنصفيني. نادية
أنا ما يهمني حد غيرك. تصبحي على خير. إذا الله كاتبنها لك بتكون من نصيبك، وإذا كانت ما من نصيبك فأتمنى لها السعادة.